قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده نصبح على دينا شرف وطمنا على حاله الطقس وكمان هيكون معاها اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير محمد. صباح الخير يا هدير. صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره النهارده. خلاص الصيف بس يبقى الجو بالليل بيكون لطيف جدا. صحيح صحيح. خليني بس الاول ناخدكم في جوله سريعه كده عن اسعار صرف العملات الرسميه النهارده، وهنبدا طبعا من سعر الدولار الامريكي، سعر البيع وسعر الشراء. سعر البيع للدولار الامريكي 18.62 جنيه، 18.54 جنيه للشراء. اليورو 19.92 جنيه للبيع، 19.82 جنيه للشراء. الجنيه الاسترليني 23.40 جنيه للبيع، 23.29 جنيه للشراء. فرانك سويسي 19.38 جنيه للبيع و 19.28 جنيه للشراء. اليوان الصيني 2.76 جنيه للبيع، 2.75 جنيه للشراء. ريال سعودي 4.96 جنيه للبيع، 4.94 جنيه للشراء. دينار كويتي 60.91 جنيه للبيع، 60.62 جنيه للشراء. واخيرا درهم الاماراتي 5.07 جنيه للبيع و 5.04 جنيه للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 896 جنيه، عيار 21 سجل 1045 جنيه، عيار 24 سجل 1194 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8360 جنيه. بالنسبة لأحوال الطقس، خلينا نصعد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، هيكون في نشاط رياح على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.